يقول: حججت متمتعا ولم أنحر ولم أقصر، فما الحكم؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي. أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء، لأن أهل العلم يقولون: من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا، لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون، وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة. فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، إما عن طريق العلماء مشافهة، وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة وهي كثيرة ولله الحمد. نعم.